البلد حكاية ما بتنتيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم بكل حب وخير وفضل وسعادة وبركة. حضرات السادة الأفاضل مشاهدي ومتابعي برنامج الشارع المصري في كل قرية ومدينة، وقناتنا قناة مصر البلد في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وبننطلق من روح الأحداث وصولا إلى عقل وقلب المشاهد المصري مرورا بعين الحقيقة، وبنرفع شعار معا في حب مصر، معا لبناء الوطن، معا لخدمة المجتمع. أعزائي المشاهدين، واحنا دائما على مدار الأسبوع بنجتهد نقدم يعني معلومة أو مشكلة ونكون سبب أو أحد الأسباب في حلها، أو نلقي الضوء على نموذج قدوة، بنجتهد إن احنا نلقي الضوء على الإيجابيات وتقويم السلبيات، مش مجرد إن احنا نعرض المشكلة أو السلبية، ولكن أولى خطوات أي مشكلة نحدد ونعرف المشكلة ونفترض فروض لحل المشكلة والفتوحات والقبول والحل بيد الله سبحانه وتعالى. الأسبوع ده أو بالأمس مبادرات طيبة من نماذج وطنية محترمة، ألا وهي المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية برئاسة الشريف المستشار إسماعيل الأنصاري. كنت سعيد جدا وأنا يعني منذ ما يقرب من 3 أعوام مبادرات طيبة، وبشوف المبادرات واللي احنا بنتكلم فيه في الشارع المصري بيتحقق، واللي بيقول عليه المستشار إسماعيل وبيستشرف المستقبل وبقول احنا بنجتهد وبن يعني كلامنا وافعالنا وكل المبادرات يعني حسبة لله ثم خدمة للوطن الغالي مصر. اطلق مبادرة العلم والعلماء لإصلاح منظومة التعليم في مصر، أو المشاركة الفعالة كمنظمات مجتمع مدني اللي شارك فيها الجميع، وكلنا لابد يبقى فيه حصن للطفل، حصن لأبنائنا في المستقبل، حصن للتربية والتعليم، وأيضا حصن آخر للعائلة المصرية نحو غد أفضل بمشيئة الله عز وجل. حصن أو الحصن الأول ألا وهو صالون العلم والعلماء، إن المستشار إسماعيل في صورة يعني بروتوكولية محترمة والكتير بيناقشها، وإحنا النهاردة في برنامجنا بنشارك فيها، لأن مصر لن تنهض، وبكررها دائما في برنامجي، مصر لن تنهض إلا بالتنسيق وتضافر الثلاث، ألا وهي مبادرات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا الشرفاء، وبقول الشرفاء من رجال الأعمال والقطاع الخاص المحبين للوطن، وأيضا مؤسسات الدولة أو القيادات المبدعة، وزي ما احنا بنقول ليس كل مدير قائد ولكن كل قائد مدير، عنده فنون القيادة المتنوعة، بيدعو ان احنا الاول نتعرف على مشكلات التعليم من خلال ان احنا نحصر المشكلات الفنية ونحصر المشكلات الادارية ونحصر المشكلات المالية، ومجلس الاباء على مستوى المدارس ومجلس الامناء على مستوى المحافظات والمهتمين والمعلم وكل يعني عناصر العملية التعليمية، حتى الطالب نشركه في التطوير ويبقى فيه نقاش وفي صالون الكل يجتمع مع بعضه. وكانت كلمة جميلة جدا من المستشار إسماعيل أنصاري، بيبقى يعني بيقول كلمات وانا دايما بعشق الكلمات الجميلة، اما يقول اذا اردنا التطوير فعلينا بالتغيير، وكان له رؤية في الرئيس السيسي، اما الكل اما كان بيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ان المواطن المصري لم يجد من يحن عليه
كنت انا متخيل وفهمي ان انا يعني منتظر الرئيس يحنو، ولكن الرئيس لوحده او يشتغل لوحده يعني المشاكل مش الحل، ده عايز تضافر واصطفاف وطني، عايز الكل يجتمع، وده دور اساسا ليقع على عائق او على عاتق منظمات المجتمع المدني والمجتمع باسره الكل، يبقى فيه اصطفاف وطني، نحدد المشكلة ونفرض فروض ونختبر وكلنا نشارك في حل تلك المشكلة. عندنا مبادرة تانية ألا وهي مصر الوطن لحماية المستهلك، مصر الوطن لحماية المستهلك، وبنعتبر تلك المبادرة حصن العائلة المصرية، والشباب في الكنترول كده مخرجنا الجميل أحمد أمين مجهز حاجة من زيارة امبارح والمبادرة وبنوتها، نشوفها كده ونرجع لكم. شفنا مع بعض مبادرة مصر الوطن لحماية المستهلك، ودية الأطلاق الشريف المستشار إسماعيل أنصاري والمنظمة المصرية الدولية للحقوق الإنسان والتنمية. وبصراحة أنا مريت على منظمات كتير ومؤسسات ولجان وجمعيات، إحنا يعني ما بنزكيش حد، ولكن دائما الواحد لما بيشوف منتج لا ننظر للضجيج ولكن ننظر للطحين، دائما اي عمل بيبدا واي عمل موجود لابد ان يكون فيه مخرجات فيه منتج. اما الكل كنا في رمضان مبادره صله الارحام وتجمع العائله المصريه، وفي الانتخابات يعني ما اتكلمنا عن حمله معك، وكنا يقول يعني المستشار يقول لك احنا كنا او احنا مع الرئيس السيسي علشان خاطر مصر، ومبادرات طيبه. مبادره العائله المصريه او حصن العائله المصريه مصر الوطن لحمايه المستهلك، عجبني اللقاءات العشره، يعني مبادره مفرداتها اللقاءات العشرة زي ما احنا شايفين على الشاشة. البند الاول لا للشراء بدون فاتورة، لا للاعلانات المضللة، لا لقطع الغيار الغير اصلية، لا للشهادات الغير موثقة، لا لمراكز الصيانة الغير مرخصة، لا للمشروعات الوهمية، لا للامتناع عن خدمات ما بعد البيع، ايضا لا للسلع والمنتجات منتهية الصلاحية، لا للغش التجاري، لا للتقليد للسلع والمنتجات. مبادرة جميلة بعتبرها دائما يعني من الشارع المصري، مبادرة اللقاءات العشرة لحماية المستهلك وللقضاء على الفاسدين والمتآمرين والتجار الفاسدين واللي بيتجربوا هموم وألام الوطن، وبعض اللي يعني الفاسدين واللي بيطلقوا الإشاعات وحاجات كتير موجودة في الشارع، ولكن الإنسان دائما لابد أن يبدأ بنفسه ويكون إيجابي، وده دور الفرد ودور منظمات المجتمع المدني، إطلاق المبادرات والعمل على التواصل مع شرائح المجتمع على مستوى المحافظات والسعي والبداية للحل. اسمحوا لي أولا أن أنا رحب بضيوفي في الاستوديو، ضيوف ونماذج محترمة، نموذج يعني نماذج طيبة، مش عايز يعني بعض بيزعل مني لما انا دايما يعني امجد في ضيوفي، ولكن حقهم نماذج من الشارع المصري. اسمحوا لي لنرحب بالمحاسب ابراهيم سعد الحوفي، مسؤول التعليم بجهاز التنظيم والادارة. برحب بك يا سوري. يا اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. وايضا ارحب بضيفي النموذج المحترم ومن رجال التربية والتعليم ومسؤول ملف التعليم بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية الأستاذ أحمد العشماوي. برحب بك يا زعيم. أهلا وسهلا حضرتك. شرفتنا وشرفت برنامج الشارع المصري. الله يخليك. طبعا أعزائي المشاهدين، الكثير بيتواصل معانا وبيبقى عنده مقترحات جميلة للحل بعيدا عن التنظير وبعيدا عن اللي دائما يعني بيجيب توصيات ويجيب كلام منفصل عن الواقع تماما، ولكن
زي ما انا اتكلمت قبل كده واحنا بنتكلم عن مشاكل الصحه، قلت عايز وزير صحه يكون طبيب ومارس وعاش المستشفيات الحكوميه وتدرج لغايه ما بقى وزير صحه، وزير زراعه في ملفات الزراعه وبعض التقصير في جوانب كتير للفلاحين، كنت بقول عايز وزير زراعه مشى مع الفلاحين على الريش، اتعامل مع الجامعات الزراعيه، شرب شاي على الراقيه مع الفلاحين، عاش مع الفلاحين، تدرج مدير جمعيه اداره زراعيه لغايه ما بقى وزير. كذلك الوزير التربيه والتعليم عايزين يكون ماسك التبشيره ويكون مر واتبهدل مع الطلبه وشاف وتعامل مع اولياء الامور والاداره، الاداره لغايه المديريه لغايه ما بقى وزير. بنحلم بوزير من قماشتنا، بوزير من نسيجنا، معبر عن الهموم والالام، فبكون سعيده ما يبقى في نماذج من الشارع المصري عندها مقترحات للتطوير والتغيير. بجدد معاك التحيه يا استاذ ابراهيم الحوفي، والنهارده ملف التعليم والهموم والمشكلات الموجوده بصفتك مواطن مصري والماده 19 و20 وشايف الدستور مع حضرتك، يعني تحصين لابنائنا الطلاب بالتربيه والتعليم، عايزين نذكر الساده المشاهدين بالتعليم ودور الدوله ويعني المجتمع بصفه عامه دوره ايه مع الدوله لحمايه ابنائنا وكل مستقبل طيب، ونلاقي منتجات ومخرجات التعليم تليق بمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكرك يا استاذ ابراهيم وبشكر القائمين على البرنامج، وبشكرك لانك سمحت لنا ان احنا نقعد مع حضرتك، وفرصه جميله ان احنا نقول ان ملف التعليم ملف قومي بيمس كل اسره مصريه. ملف التعليم موجود في الدستور في المادة 19 والمادة 20 أنه حق لكل مواطن مصر. ملف التعليم لابد أن يكون له الأولوية الكاملة من الاهتمام الكامل من الدولة والمؤسسات والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والشرفاء من هذا الوطن. من منبرك يا أستاذ إبراهيم بقول أن مخرجات التعليم هي اللي هتنهض بهذا البلد. التعليم هو القاطرة التي ستشد هذا الوطن نحو التنمية الكاملة. التعليم عبارة عن الخروج من منطقة تكون رمادية إلى منطقة أكثر عمقا وأكثر آفاقا، والتعليم عبارة عن طاقات النور التي نراها في أجيالنا القادمة، فلا بد إن احنا نديلها الأولوية الكاملة. وطبعا يعني أنا شايف إن اهتمام الدولة بالتعليم في الآونة الأخيرة من تطوير وتغيير وتعديل يستحق الدراسة ويستحق الشكر على القائمين وخاصة المتخصصين الذين لا يألون جهدا، وأنا من وجهة نظري شايف إن هم بكل أمانة بيبذلوا جهد في حراك في حراك حتى على مستوى الدولة الرئيسية في حراك. عام 2019 عام التعليم يعني جعلوا عام التعليم 2019 هو ده بالظبط. أنا أتمنى إن كل أبنائنا وكل أولادنا كلهم يطلعوا على مستوى نتمناه، زي ما بنشوف العلماء وبنشوف القادة وبنشوف الناس قائدي الدول. انا بأحلم بكل ما هو جميل لبلد. نعم. يبدأ هذا الحلم الجميل بالتعليم. نعم. اتفضل. يعني بناخد من حلم حضرتك لحلم الأستاذ أحمد العشماوي، والشاعر دائما يقول وما الحياة بأنفاس نرددها، إن الحياة حياة العلم والعمل، العلم والعمل. هنعيش من حلم الأستاذ إبراهيم لحلمك لحلم كل المصريين، هنعيش معاهم ومقترحات الأستاذ أحمد العشماوي للتطوير خاصة التعليم الابتدائي. أنا بشكر الأول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المدرك بأهمية التعليم في مؤتمراته السابقة، أدرك أن التعليم هو ليه الأولوية يليه الصحة، فدي حاجة بأكد كلام الأستاذ. وبشكر كمان معالي الوزير طارق شوقي أنه مكلف وخير من كلف بهذه المهمة وقام بإنجازات في التعليم الثانوي عن كسب.
نرفع القبعات كلنا للتعليم الثانوي، كلنا مفيش اعتراض. يعني حضرتك في انت شغال في شغال ايه يا استاذ احمد؟ انا في التعليم انا مدرس لغه انجليزيه مرحله تعليم اساسي، يعني ابن التربيه والتعليم معلم. ابن انا عاجبني قوي التعليم الثانوي، هو بس الاعتراض او التشويش في التعليم الابتدائي، مفيش وضوح في المراحل اللي احنا سمعنا بيها اعتراضات من ولي الامور في الصحف، ده اللي انا سمعته. تمام. ومحتاج ايضاح ان من الصف الاول للثالث ابتدائي قيل سيمنع التقييم وفي تغيير شامل كده، وان ثالثه ابتدائي اللي كانت بعد ما كانت شهاده وكانت رجالها الانفس والتلميذ عن كسب بيحاول يطلع رابعه في شغله كان شهاده، اصبحت نسمع ان هي ما بقتش في اي معيار التقييم، تعتمد على الانشطه فقط. طب فين اعمال العقل؟ فسالت نفسي سؤال، هو احنا كنا في الفتره السابقه يا اما نعمل ملف انجاز يعمل كل اسبوع تقييم للتلميذ شهري يجهده، يا اما نلغي الامتحانات بالمره، هل هناك ليس حل وسط؟ طيب مرحله ثالثه ابتدائي لما انا اكون معتمد على الانشطه ده شيء عظيم، بس هل النشاط ده من منبع التلميذ من مهاراته بجد، ولا النشاط ده مقتبس من حد تاني فاضطر انا كمعلم اديله الدرجه الكبيره، درجه النشاط بقت 30 و40 درجه فاختزلت درجه الشفوي. انا مع حضرتك وبنمي الانشطه والمهارات، احنا في جيل محتاج تنميه واقعيه بانشطه ومهارات مع التلميذ، بس ما انكرش دور الشفوي اللي هو انا كمدرس بتكلم انا بتكلم كمدرس باسلوب بسيط يصل للمعلم اقول الامور. انا كشفوي قاعد قدامني التلميذ عاوز اعرف عقله استفاد ايه، اقيم نفسي قبل ما اقيمه، لكن انا اهمل الشفوي اعمل التجاوب اهمال التجاوب بيني وبين التلميذ واقتصر على الانشطه فقط، طب انا المعلم مش هشتغل، انا عاوز انشط المعلم يخش التوجيه يسال الفصل ايه كله بالكامل شغال اللي في درجه شفوي كبيره وفي محاسبه للمعلم اللي ما اشتغلش، فانا اجي احاسب المعلم اللي ما اشتغلش فيقول لي في ثالثه ابتدائي مثلا اللي احنا سمعناه مفيش درجات مفيش امتحانات في انشطه، فبيستسهل المدرس يطلع التلميذ سنه رابعه مش عارف جدول الضرب لان مفيش مدرس يشتغل معاه على اساس ان هنا المنظومه اتغيرت، ده انا بقى مش عاوز اترك ذريعه للناس اللي بتاخد النظام الجديد ده ذريعه عشان التكاسل، لا احنا عاوزين يكون في نشاط بين المعلم وبين المتلقن التلميذ على اساس الفهم، على اساس الفهم بعرف التجاوب بيني وبين التلميذ بجانب دور الانشطه. طب المنظومه الجديده دي قيل ان الهدف منها ضرب موضوع الدروس الخصوصيه، انا معاك هنرجع يعني عايزين برضو الساده المشاهدين يعيشوا معانا. حضرتك كمعلم ومن الحقل التعليمي عندك تساؤلات حول الغاء الاختبارات اللي هو الترم الاول والترم الثاني الثالثه والسادسه، ولان كده اكتفوا بالشفوي فقط والانشطه. لا. فانت تخوفاتك ان الطالب يبقى مثلا انطلب منه بعض الانشطه ما يقومش بها غيره يقوم بها واخويا يعملها له مثلا اخويا يعملها له والده يرسمها له وياخد درجه عليها وياخد درجه وينجح. انت عايز يرجع تاني ثالثه ابتدائي سته يبقى محطات للتقويم للطالب. انا عاوز اعمل اعمال عقل واقف على الفهم وعلى المعلومه وافراز للطالب ده مستوى الطالب. اول ده مستوى عالي ده شاطر ده في ابسطها حضرتك اتفضل. نفرض ان انا كمدرس انجلش مثلا في تلميذ معانا ابن زميل فانا هحط له في التقييم ما في ممتاز ومقبول دلوقتي وجيد فانا هحط له مقبول. نعم. لمدرس كده. ايه المستند اللي يخلي الزميل ده يشتكي الابلة او المدرس؟ ما هو ما فيش معيار ما فيش مستند يقول ان ده جاب 20 من 20 فيطلع الاول على المدرسة. ما فيش معيار واضح لتحديد مستوى الطالب في النظام الجديد في ثالثة ابتدائي. اتظلم بيه ده. نعم. ده اللي سمعناه وعايزين تأكيد من الموضوع ده. تمام. ففين في ورقة مستند بيقول ان ابني ممتاز جدا خطه جميل قوي في العربي وبيجيب 20 فمستند اتظلم بيه واطلع بيه على الوزيره اقول له ده يستاهل ممتاز فهنا في حق شقواي، لكن انا هشتكي علي اساس في التقييم هشتكي فهنا التلميذ الضعيف هيعمل نشاط هيتساوب التلميذ الشاطر فيعمل نشاط، فانا عاوز اعمال العقل يبقى التلميذ عقله منمي للمجتمع فكريا على الفهم اولا مش على الحفظ. نعم. واللي بياخده يطبقه في الواقع. نعم. كده انا الفصل عندي زي ما يكون 70 كله ممتاز. نعم. عقله مغذى بالمنهج الموجود. نعم. طالع ما ينفعش انا يطلع لي 5 ابتدائي مش عارف جدول الضرب. نعم. ما ينفعش مش عارف جدول الضرب 4 في 4 طالع 5 ابتدائي. زائد ان النظام الجديد يخشى عليه ان هو يقوم بالغاء مجموعات التقويه المدرسيه اللي هي ولي الامر بيرحب بيها. هنرجع لمجموعات التقويه يا استاذ احمد. الاستاذ ابراهيم كجهاز التنظيم والاداره وعنديكم دراسات ميدانيه على التعليم والحقل التعليمي وبطاقات الوصف. والدعوه اللي احنا بداناها في بدايه الحلقه اللي هو صالون العلم والعلماء
صالون للمناقشه ويبقى فيه حراك، فيه مشكله، لا ده الصح كذا، لا فهمنا كذا، لا التوضيح كذا. الاهالي والمواطنين والمشاهد عايز جلسات كتير يفهم، يعني دايما يقول لك لازم نفهم الدنيا رايحه فين، ايه التغيير الجديد. فدلوقتي كيف ترى صالون العلم والعلماء والمشاركه المجتمعيه لكل اطياف والمشتركين في العمليه التعليميه؟ تمام. شوف يا استاذ ابراهيم، الاستاذ احمد الاول انا بشكره ان هو بيهتم بمرحله التعليم الابتدائي الاساس. نعم. اللي هي مرحله الاساس. نعم. مرحله التعليم الاساسي هي المرحله التي تبني رجل يقود هذه الامه. ده نمره واحد. نمره اثنين، صالون العلم والعلماء اللي حضرتك ومؤسسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتنادي به، لابد أن يتم تخصيص جزء كبير منها للتعليم الابتدائي وما قبل التعليم الابتدائي. هو طبعا أنا سعيد طبعا بالأستاذ أحمد، لأنه فعلا التعليم الابتدائي أنا يعني يمكن المنطقة ديت أو النقطة ديت أنا قلتها لحضرتك قبل كده، ديت لابد من وقفات. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لابد أن أنا كتنظيم وإدارة أن أنا أدرب المدرسين المعلمين على كيفية العمل مع المنظومة الجديدة وفقا لرؤية وزارة التربية والتعليم. يعني حضرتك قبل ما أطبق لابد يكون المعلم متدرب. طبعا. نعم. لان محور التعليم او محاور التعليم التلميذ والمعلم والمناهج وبيئه المدرسه التي تخرج تلميذا نجيبا يستطيع، هذا التلميذ يستطيع. المبادره مبادره جميله، مبادره العلم والعلماء، صالون العلم والعلماء يخصص للتعليم الابتدائي او التعليم الابتدائي حتى المرحلة الاساسية ثم التعليم الثانوي، ولكن نبدأ بالتعليم الابتدائي. وهذه المبادرة يتم يعني هو الدعوة لكل الدعوة لكل المهتمين بالعملية التعليمية، الخبراء نعم والعلماء نعم والمعلمين ومجلس الاباء لو اتكلمنا سيادتك على مجلس الاباء في المدارس، المقترحات زي مقترح اللي قاله الاستاذ احمد او المقترحات اذا كان في مبادره الاستاذ احمد او المبادرات الاخرى مقترحات، احنا كتدرج طبيعي وتفعيل طبيعي لدور مجلس الاباء ان يتم المقترح من خلال الاباء، لان هتلاقي الاباء كلهم بيتكلم عن مين؟ عن فلذة كبده. نعم. لابد ان ناخذ مقترحات مجلس الاباء وترفع الى الاداره. الاداره بتاخذ مقترحات مجالس الاباء وترفعها الى مجلس الامناء في المديريه. بيتم اخذ هذه المقترحات واعدادها وصياغتها لتصل الى المستويات الاعلى. نعم. هذا الامر والتدرج الطبيعي لوصول هذه المقترحات الى المستويات الاعلى. طيب نقوله ايه؟ هنقول ان التلميذ بياخد حقه نتيجة لرؤية الوزارة، والمعلم بياخد حقه نتيجة للتدريب، والرؤية رؤية الاباء، مجلس الامناء، مجلس الآباء ومجلس الأمناء يؤدوا إلى مقترحات. هذه المقترحات بتصاغ لمصلحة مين؟ لمصلحة الدولة المصرية. نعم. لمصلحة التلميذ المصري. احنا هنا في المكان دهوت أو في الإطلالة ديت من خلال برنامج الشارع المصري ومن خلال حضورنا معاك يا أستاذ إبراهيم، بنقول لك إن التعليم لابد له من حراك مجتمعي كامل، الكل يدلي بدلوه. ازاي نخرج تلميذ قادر على ان يتعلم وينهض بنفسه وينهض بهذا البلد، لان احنا كلنا
بننظر الى هذا التلميذ انه مستقبل هذا الوطن. نعم، ودي حقيقة، واحنا الكتير بنظر صريم والكتير بيتكلم عن اصلاح التعليم والمناهج والمعلم، ولكن النهاردة الاسرة المصرية او المعلم الكل عايز يشوف شيء واقعي، شيء حقيقي ونفذ على الارض. اما نيجي نقول المعلم هو محور العملية التعليمية وهو الاساس، المعلمون، واعرف صفحات كتير ومعلمون يعني متواصلين معايا كتير، بيشتكوا من تدني بعض المرتبات او حوافز. عايزين يشبعوا رغباتهم او بعض الحوافز. نعم. وده اللي ياخدنا قصة استاذ احمد المستشار الالمانية لما القضاء عمل وقفة وكلنا يعني تابعنا، احب اقولها هنعرف يعني وقف القضاء عمل وقفة احتجاجية يعني، وعايزين يطالبوا ان مرتباتهم تتساوى مع المعلمين. فقالت لهم كلمة جميلة جدا: كيف نسوكم مع من علموكم؟ نعم. هرجع لك استاذ احمد، نطلع اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم. بسم الله. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وبنجدد معكم التحيه. وبصراحه احمد امين مخرجنا الجميل بيفاجئني دايما بالفواصل، بيجيب اغاني متنوعه معبره عن الهموم والالام الشارع المصري. حتى هشام عباس يعني النهارده جايبه مع الفلاح ومع المهندس ومع الطبيب، حاجة جميلة دايما يعني، بيحط حاجات كده متسقة مع موضوع الحلقة ومع الشارع المصري اللي بشكره. استاذ احمد العشماوي يعني المعلم وهموم والام المعلم المصري واحتياجاته، والمعلم عايز كتير. بصفتك معلم، المعلم عايز ايه؟ اول حاجة حضرتك، احنا لو قلنا ماديا مش هنكلف الدولة، مش احنا ماديا قلنا الدولة في اصلاح اقتصادي ممكن نستحمل شوية، بس انا بتكلم في شؤون اقتصادية ماديا للمعلم. احنا عرفنا انه صعب ومليارات عشان تزود المعلمين، ماشي. انا بتكلم في نقطه كرامه المعلمين ومهنيا. محترمي الاستاذ حضرتك اطرق نقطه حلوه قوي، تدريب، ممتاز الكلام ده. طب انا هدرب المعلم واكلف الدوله، والمعلم نفسيا مش مؤهل لدخول الفصل، لان هو نركن المادات على جنب، حاسس ان هو مش واخد حقه زي الدوله الثانيه. انا بتكلم في مهنيا وكرامه المعلم. ابسط حضرتك مثال، سمعنا الفتره الاخيره من اعتداءات على مديرين المدارس مش المدرسين. تخيل اعتداء على مدير مدرسه فاضل مختار يبقى ماسك مجمع مدارس ابتدائي اعدادي ثانوي، يعتدى عليه في اقصى الصعيد في اي مكان، اعتداء على مديره مدرسه. طب فين الصلاحيات للحمايه من ايه؟ من اولياء الامور. اولياء الامور جدا محترمين جدا بنسبه 99%، بتلاقي 1% بيجي ما يعرفش ان هو في حاله اهانه المعلم، ايه الردع او كذا. فانا طالب النقابة او الطالب بيكون في صلاحيات، وان برضو ولي الامر لما يتظلم يكتب بشكوى. متظلم المعلم او متظلم المدير بيكتب بشكوى والادارة بتاخد له حق. عشان نكون صرحة، مفيش ادارة ما بتاخدش حق ولي الامر، الادارات كلها والوزارة بتجيب حق ولي الامر تالت ومتلت. طب فين حق المعلم، اهانة المدير؟ انا مش هقولك المعلم، مدير مدرسة ما يتهجم على المكتب كذا كذا كذا. ففي اقتراح حضرتك، ممكن الاقتراح ده لو احنا عندنا الحمد لله القوات المسلحة احسن قوات مسلحة على مستوى العالم، بتبني في 24 ساعة بتبص تلاقي ازاي ما تعرفش. فلو القوات يعني ما شاء الله عليها، لو القوات المسلحة جابت فرد امن في الدخول والخروج بس كحماية او الدخلين عفوا ساعتين بس دخول وخروج بس فقط، يعني ساعتين دول فقط للحماية. انا بقصدش حماية المعلم، انا بقصد حماية لما يكون مثلا انا اعمل في مجمع مدارس او اسكن في مجمع مدارس يلتقي بمدارس صبيان تلت اعدادي والصور بينهم بنات تلت اعدادي. تخيل مرحله الخروج، هم خارجين الساعه 1:30، اتفرج على المنظر عامل ازاي. نعم، معنا اتصال. الموضوع يعني دسم في حاله الليله، ملف التعليم. معنا اتصال الاستاذ وائل. عفوا، اتفضل يا استاذ وائل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابراهيم بيه، ازيك حضرتك والضيوف الافاضل احمد بيه عشماوي والاستاذ ابراهيم؟ وكلام موضوع مهم جدا جدا جدا، المفروض كنا نتكلم فيه من زمان يعني. نعم ماشي. هو ابسط يعني الموضوع يتحل ببساطه شديده جدا. اول حاجه الكثافات اللي احنا بنتكلم عليها، يعني مثلا لما بنروح احنا تدريب بنتفاجئ ان اللي بيدربنا بيتكلم بكل بساطه على ان الكثافه عندنا قليله جدا، وان الولاد مثلا حوالي 30 40 واحنا عندنا كثافات 80. يعني مشكله كثافه الفصول. تمام. الحاجه الثانيه حضرتك، لما دلوقتي انا الغي الدرجات والغي الاختبار او التقويم اللي انا بعمله للطالب، اللي هو المفروض المفروض هو بيبقى سبب كبير. اتفضل يا زحمة. ماشي يا فندم. لما الغي الدرجات، والدرجات ديت هي الوحيده اللي بتشد الولد للمذاكره،
طالب ابتدائي ما بيذاكرش لما يكون في اختبارات، في تقويم، في اكسرسايز، في كلام كتير. اكيد، وكنا احنا صغيرين لو تفتكر زويل اما كنا بناخد واحد او اتنين او خمسة او نجمة كان ديت يعني تدعيم قوي جدا لنا. تمام يا فندم. ده كل ده اتلغى. طب انت انا بطبع كتاب ليه؟ انا بطبع كتاب ليه وبكلف الدولة من اولى لثالثة طباعة كتب ومناهج و سمعنا استاذ ابراهيم حضرتك؟ تمام، مع حضرتك، اتفضل. طب ليه بكلف الدولة كل دوت وكتب وحاجات ومناهج وتوزيع منهج والكلام ده كله، وفي الاخر انا بلغي اختبار وبلغي عملية تقديرية يطلع الولد من اولى لثالثة لا يفقه شيء، لا يفقه شيء. يعني حضرتك دلوقتي يعني ليك تساؤل او ملحوظة ان دلوقتي انا بطبع كتب في الصف الاول والثاني يعني لغاية ستة ابتدائي ومفيش تقويم، يعني ده يعني اعتبروه اهدار مثلا يعني؟ طبعا. ولا بالطالب يعني بالتوازي مع وجود الكتب يبقى في اختبارات وتقويم وقفات؟ ما هو الولد في ابتدائي، الولد في ابتدائي ليه طبيعه خاصه غير اعدادي وثانوي. وصلت يعني وصلت يا سويل، اشكرك. شكرا شكرا استاذ وائل. استاذ ابراهيم، يعني استاذ وائل بيتكلم على موضوع الكثافه في الفصول ونحلها ازاي. رقم اتنين اللي بالتوازي مع وجود الكتب، اللي هو التحفيز للطالب بالتوازي مع وجود الكتب ومفيش محطات للتقويم في تالتة وفي ستة، فده بيعتبر نوع من الاهدار. يعني لابد يبقوا الاثنين متوازيين مع بعض. والطالب في المرحله دي عايز درجات وعايز تدعيم وتقويم، لو وحش نقومه، لو حلو ندعمه. تمام. شوف يا استاذ ابراهيم، الاستاذ وائل لما اتصل وقال ان الكثافه من 70 واللي 80، طبعا هي نسب في 30 40 50 60 ودي موجوده في معظم المدارس. ده نمره واحد. نمره اثنين، النواحي الفنيه في عمل العمليه التعليميه من الغاء الدرجات وزياده نسبه الانشطه، إعادة النظر إلى التقويم أو التقييم بدون إعداد معايير صحيحة للمعلم تكون ملزمة، كيف يقيم الطالب، معايير محددة معلومة موجودة. هذه المعايير وهذا التقييم يتم من خلال زي ما قلت للأستاذ أحمد وقلت لسيادتك وأنا بقولها تاني، من خلال برنامج الشارع المصري، التدريب. التدريب هو الاساس يكون يبقى في نهضه العمليه المهضه، لنهضه العمليه التعليميه قبل التطوير وقبل التطبيق. بالظبط. تمام، ده نمره واحد. اسمح لي يعني الاستاذ المتصل، الاستاذ زميلنا الصحفي الكبير استاذ وائل الحنفي، المسؤول عن التعليم في جريده الجمهوريه، اللي بنوجه له التحيه من الشارع المصري، وانا اعلم يعني عن قرب بمجهوداته وازاي ان هو بيتعب ان هو يقدم حاجه في ان يكون يعني سبب في التطوير للعمليه التعليميه. تمام. هو طبعا الاستاذ وائل بيمس صلب العمليه التعليميه، ولكن انا عايز اقول ان الدوله المصريه، واحنا طبعا كلنا شايفين الدوله المصريه وقفت على رجليها وبدات في جميع مجالات الدوله يقفوا على رجلين. الدستور المصري يا استاذ ابراهيم، الفقره الاخيره من الماده 19 بتقول ايه؟ انا بقول الفقره الاخيره ليه؟ ماده 19 في الماده 19 20 من الدستور المصري. دي خاصه بالتعليم والتعليم الفني. نعم. انا بقول الفقره الاخيره من الماده 19 بتقول ايه؟ بتقول وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج العام. منين؟ نعم، من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا. يبقى حدنا الادنى 4%. من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا، هذا التصاعد التدريجي حتى تتفق مع المعدلات العالميه. كلنا بنحلم. طب بنحلم. تمام. بنكمل بقى، بنقول يا استاذ ابراهيم وتشرف الدوله عليه على هذا الانفاق لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامه والخاصه بالسياسات التعليميه لها. المعلم بيتدرب، المعلم بياخد الحافز بتاعه، المعلم بيصل حقه. هنا
الدور على المعلم. المعلم في هذه المرحلة لابد أن يقف مع الدولة، وده رأيي. احنا المعلم واقف مع الدولة يا صبري. المعلم واقف مع الدولة. نعم. الدولة برضو واقفة مع المعلم. المعلم. نعم. بالظبط. ليه؟ لأن الدولة بتضرب في جميع النواحي، لأن احنا عايزين التنمية الشاملة في جميع المجالات. احنا كلنا لازم هندوق شوي، كل واحد هيدوق في مجاله شوي. ولذلك أنا بقول التحفيز موجود، الإنفاق الحكومي على التعليم موجود، التدريب الوزارة لا تألو جهدا، وان شاء الله ان شاء الله. انا متفائل، انا متفائل، كلنا متفائلون، كلنا متفائلون ان شاء الله. انا متفائل. هنرجع للاستاذ احمد العشماوي. اتفضل. طبعا يعني انا عايز حقي. استاذ ابراهيم ماسك الدستور وقال لك الماده 19 اخر فقره ضمانه من الدوله، وفي الاخر يعني بيقول المعلم عليه دور كده، وانت مش عارف الكلام هيزعلك ولا ايه. لا، ايه المطلوب من المعلم؟ المطلوب من المعلم التخفيف على ولي الامر. حضرتك اتركت كلمة او حاجة، اتخفف على الامر. بمعنى اخفف على الامر ازاي؟ اتعمل في التسعينيات ولغايه دلوقتي مجموعات تقوية مدرسية ب 20 جنيه، بحيث ان انا اللي مش قادر على درس خصوصي في ظل الكثافة دي ب 20 او 25 في مناطق نائية ب 20، ان انا بفعل المجموعات التقوية المدرسية. فوجئنا ببعض المعلمين الخارجين، وبطالب التوجيه المالي يشوفوا الموضوع ده في مستوى الادارات، الغاء مجموعات تقويه. يجي ولي الامر انا عاوز ادخل ابني مجموعه تقويه، انا ظروفي كده، في ظل الظروف دي يقول له اسف يا استاذ عندي الدرس ب 50 و60 وحط لي في الفصل، ومش الغي مجموعه تقويه. انا كنت بتكلم مجموعه التقويه المدرسيه دي بتستفاد منها الاداره التعليميه جدا، وتخفيفها يعني العبء عن الاسره المصريه. انا بشجع تحت رعايته كان في الاداره المدرسيه وفي مكان امن بعيدا عن السنترات والحاجات اللي بيحصل مشاكل كتير. لا ما هو في مدرسين كمان يا احمد، يعني لو توافقنا الراي، يعني بيدي بغير تخصصه في السنتر، بره بيدي تخصص غير التخصص، وفي ساعات بيدي اكثر من ماده في نفس السنتر. يا سيد الفاضل لو تركت كلمه التخصص، هل الناس هتزعل مني؟ بس اتكلم بصراحه، محدش يعرف المعلومه دي غير القله، ان ماده لغه انجليزيه في محافظه الجيزه، شوف محافظات النائيه ماشيه صح على ما اعتقد، محافظه الجيزه، ودي حاجه خارجه للحكومه والناس الحاليه، دي حاجه حصلت في 94 و2002 في الحكومات السابقه، ان الحكومه الحاليه مالهاش دعوه بيها عشان ما نظلمش حد. ايه اللي حصل؟ ترك متخصصي اللغه الانجليزيه واللي واخدين دكتوراه في اللغه الانجليزيه، واسند لمدرسي التاريخ، مدرسي فلسفه، مدرسي العاب، يدي للعيال شهاده ابتدائي انجليزي وهو غير مؤهل لحد. موجوده في المدارس، موجوده دلوقتي بنسبه 90%، وانا بتكلم محافظه الجيزه، في معظم بنسبه 90% او 80% بتلاقي موضوع فلسفه، تاريخ، العاب، انجليش، غالبا ما فيش تخصص انجليش بالظبط. فيقول لك، ودي رساله اعزائي المشاهدين من الاستاذ احمد العشماوي، ان في بعض المدرسين في غير تخصصاتهم خاصه في محافظه الجيزه، فلسفه والعاب، في حد العاب بيدي انجليزي موجود وبيأسس. ازاي يعني؟ ازاي معالي الوزير او النهارده اللي بيسمعونا النهارده من التنفيذيين الموجودين في وزاره التربيه والتعليم بره في اليابان، اللي بيأسس او بيدرس للتعليم الابتدائي والنشء الصغير ده اساتذه جامعه واخدين ماجستير ودكتوراه في التخصص، وتخصص قابل للتطبيع على الارض، يعني مش مجرد تنظير وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، ان يجيبوا الكلام ويبقى خلاص دكتور وماجستير، لا، ده تخصص دقيق جدا في التربيه وفي التعليم والتعلم والتدريس، وبيفرقوا بين المسميات والمصطلحات، يعني بيعدوا نشء قوي جدا. بقت اليابان دلوقتي، واحنا دلوقتي في التعليم، يعني مدرس التربيه الرياضيه مع احترامي للجميع بيدرس لغه انجليزيه وبيدرس اي حاجه زي ما بقول يا استاذ احمد. هو الموضوع ده موجود في الجيزه، موجود بضاله جدا، يعني في اخصائيين اجتماعيين، بس هو موجود بضاله جدا في التخصصات، لكن التخصصات الفلسفه موجود بكثره. انا بتكلم في ان ده مش ذنب الحكومه الحاليه، الحكومه الحاليه مش في توجيه ماده، في توجيه ماده وفي مطلوب على امره، ما يقدرش، وفي موجود مدرسين كثافه هنا، يعني في ما يقدرش يعمل حاجه، يعني في تنسيق وفي متابعه، ما يقدرش يعمل حاجه للحاليين، ما لهمش ذنب. نعم. ده قرار حكومات سابقه من 20 سنه يا بيه، هو ملوش ذنب. احنا كل حاجه يا استاذ احمد مع الحكومات السابقه، ويعني مش عايزين بقى يعني نواجه، موجوده دلوقتي ما تغير. في حاجه تاني اطالب بيها. نعم. بفوجئ ان مدرس ابتدائي بيدي اعدادي وثانوي، ومدرس اعدادي نازل ابتدائي، طب فين التخصص؟ هو انت عندك بره في بره في المحافظات عندنا في المدارس؟ في المدارس تلاقي مدرس اعدادي عجباه ابتدائي. فينتدب لابتدائي، وابتدائي ممكن يطلع ثانوي، وابتدائي يطلع اعدادي. طب انت كده عملت ده، انت في عندك في حاجه اسمها تربيه تعليم اساسي ابتدائي، افتتحت في التسعينات عشان كل واحد يبقى متخصص، ابتدائي متخصص، ابتدائي اعدادي اعدادي. فاحنا نطالب بصدور نشره ان كل واحد اولى بتخصصه،
عشان يبقى مدرك ووصل المعلومة صح. تمام أستاذ إبراهيم، تنظيم الإدارة دائما أعلم جيدا أن كل موظف في الدولة بيبقى بطاقة وصفة، المسمى الوظيفي على درجة كام، أعمال 1 2 3 4. اللي بيقوله الأستاذ أحمد النهاردة أن بعض المدرسين داخل التربية والتعليم بيدي تخصص غير تخصص، ده مش ضد القانون؟ هو طبعا أستاذ إبراهيم الكلام اللي قاله الأستاذ أحمد ده بيفسد كل وظيفة وليس في التربية والتعليم بس. اللي بيدي او اللي بيعمل في عمل غير تأهيله العلمي لابد ان يؤدي الى مردود عكسي تماما. بمعنى ايه؟ انا عندي بكالوريوس طب بشري، الوظيفة طبيب، انا معايا تمام معايا بكالوريوس تربية، الوظيفة معلم، تمام؟ نعم. في وظيفة معلم فيه تخصصات، هذا المعلم معلم ايه؟ معلم لغة انجليزية، هذا المعلم معلم دراسات اجتماعية، معلم رياضيات، وهكذا. وفي رياضيات داخل التخصص نفسه، في تعليم اساسي وفي اعدادي. بالضبط. اللي انا عرفته من كلام الاستاذ احمد ان هناك مؤهلات اخرى ليست تربويه بتدرس مواد تحتاج الى معلم تم تدريسه للعلوم التربويه، زي ليسانس الاداب، او المؤهلات الاخرى اللي هي بيسند اليها تعليم اخر. ده نمرة واحد. استاذ إبراهيم معنا اتصال الاستاذ السيد محمد. الو الو، اتفضل يا استاذ محمد. استاذ السيد اتفضل. استاذنا لما يكون مدرسه مدير مدرسه فاشل وقله ادب وشتيمه وحشه وحاجات يعني كتير غلط كتير، يعني بعض القيادات، يعني من وجهه نظرك يعني في بعض القيادات بتبقى مش مؤهله ان هي يعني تتبوأ المكان ده تكون يكون مدير مدرسه. نظر مدرسه تصرفات الكلام كله غلط وشتيمه وحشه واهانه للطلبه والمدرسين ما بتروحش. رسالتك وصلت السيد، اشكرك. اشكرك. لا حضرتك بدون مقاطعه اتفضل. في مبالغه، مفيش مدرس، لا ما اعتقدش الموضوع مش بالصوره دي، مش ما تاخدش ليه ما نقدرش نحكم. ده اتصال دلوقتي ويمكن يبقى في حاله موجوده، وفي حالات نادره بس الغالبيه مدرسين مثاليين، يعني القيادات كلها في الصالح وفي الطالح. لا بس الغالبيه صالح. تمام. انا ما بدافع، انا بنوجه العام، احنا ما بنقولش انا كده بس موجوده، احنا ما بنقولش غير كده، موجود فعلا، ولكن موجودين الائمه والخطباء الدعاء نفسهم في فكر متطرف. يبقى حول الامر ياخد حقه ازاي؟ تمام. هو بالورقه والقلم، وفي ادارات تعليميه بقول لك بتجيب حقه للامر ثلاثة، ده انا متاكد منها. هو ده بقى اللي عايزينه، يجيب حقه ازاي؟ ولي الامر يجيب حقه بالورقه والقلم، ادارات ما بتسكتش، لكن ما يجيبش حقه هو بعداء انه يعتدي على مدير مدرسه، يعتدي على الفراش. فقلت فما انت هتجيبه ولي امر في ورقه وقلم، ورقه صغيره للاداره بتيجي ثلاثه من الاداره بيرجوا المدرسه في خصوص ان الاب الفلاني او الاستاذ الفلاني عمل وقعه، ما بيسيبوش الاستاذ الا ما بيجازوه، عشان نعرف ان الايه ان في حقه. ان واحنا في هنا في البرنامج يعني احنا بنطالب ان كل واحد ياخد حقه، سواء كان يعني معلم او ولي امر او مدير في دوله وفي سياده قانون. مش ماشيه بال مش ماشيه هو موجود يعني الصوره برضو يعني، بس احنا موجودين وفي يعني في ناس شرفاء وفي عظماء وفي تقويم. عشان ما انا كنت عاوز اقول لحضرتك، اسمح لي يا اسفرايم، هو ده بالظبط اللي احنا بننادوا بيه، ان التدريب اساسا لابد ان يدرب كل من تبوأ موقعا قياديا كيف يكون قائدا، كيف يكون مديرا، كيف يدير المنظومة التي امامه. نعم. لانه حيسأل عن هذا الامر. التدريب اساسي في هذا الامر، وده اللي احنا طالبنا بيه، وده اللي احنا بنقول عليه. بمعنى ده اللي احنا محتاجينه يا استاذ ابراهيم، التدريب يعني بالتدريب. انما خاصه القياده يعني بيبقى انما تصلح السمكه من راسها، بيبقى المدير قائد، المدير محترم اكيد هيحكم كل من هو يعمل تحت مظلته. بطاقه الوصف اللي سيادتك اشرت اليها اللي موجوده لكل وظيفه في الدوله، بطاقه وصف. نعم. بطاقه الوصف بتبين الواجبات والمسؤوليات المطلوبة، التأهيلات العلمية المطلوبة،
نطاق الإشراف الموجود بطاقة الوصف محددة لكل وظيفة كيف يتم العمل في هذه الوظيفة. إذا تم الإخلال أو الخلل في هذه الوظيفة لابد أن لإعادة النظر في مكان الوظيفة وموقعها. بمعنى إيه؟ الأستاذ أحمد أشار إلى بعض المدرسين بيدرسوا مادة اللغة الإنجليزية، في الأصل هم ليسانس آداب ودراسات اجتماعية وأخصائي اجتماعي مثلا، أخصائي اجتماعي بيتم الاستعانة بيهم. اللي أنا بقوله ده حضرتك إيه اللي هيتم؟ إن الأولياء الأمور بيبقى عندهم الفكرة إنه بيتابع أولادهم، الطلبة أو التلاميذ هيروحوا فين؟ هياخدوا دروس خصوصية عند المتخصصين خارج المنظومة التعليمية. نعم. ليه؟ لأنهم قاعدين برا، هيروح ياخد عند المتخصص في اللغة الإنجليزية، المتخصص في الرياضيات. هنا بقى بنقول إيه؟ ده دور الإدارة الحكيمة، الإدارة الرشيدة في الإدارات التعليمية وفي المدريات، ده اللي احنا بننادي بيه لتستقيم العملية التعليمية. أشكرك أستاذ إبراهيم. أستاذ أحمد، كيف يعني كلمة أخيرة، كيفية تحفيز المعلمون في التربية والتعليم؟ تحفيز المعلمين في التربية والتعليم زي ما شرحت لحضرتك، أحس إن هو يوم ما يعتدى عليه لفظا أو معنويا يتجاب حقه زي ما يتجاب حقه ولي الأمر، عشان يبقى نفسيا مستريح. حماية المعلم في الحصول على إصدار قوانون، يكون مدير المدرسة زي ما بتجيب حق ولي الامر، لو في طالب مشاغب بتاخذ معاه قرار ما كنتش ايدي مرتعشه، لعشان ممكن طالب مشاغب يبوظ على 80 عيل الشغل، اي الاجراء تاخده معاه يعني ما تقدرش تضربه ولا حاجه. تمام. فانت طب انا عاوز اقول لحضرتك بالنسبه لولي الامر، عشان احنا عشان بيقولوا ما لا انا هتكلم في ولي الامر، اتكلمت في حق التلميذ ابتدائي وحق انا عاوز اتكلم في حق ولي الامر. ولي الامر عاوزين نرحمه شويه لان الظروف بنرحمه بحق كلنا ولائم امور وكلنا بنعاني، يعني المجموعات التقويه عايزين نشجعها بدين عن الدروس في المدارس. وصلت. والحاجه الاخيره مع احترامي ليك، الزي المدرسي بنلاحظ ان الزي المدرسي ده ايه الفكره، ان انا كل سنه اعمل زي مدرسي جديد واكلف يعني ده وعندي اربع انا عندي يعني اربع توحيد الزي المدرسه طبعا، يعني عشان ما اكلفش اولي الامر كل شويه ملف التعليم. استاذ احمد العشماوي ملف كبير جدا ومستمرين في مناقشته من خلال برضه صالون العلم والعلماء. بنشكرك استاذ احمد العشماوي مسؤول ملف التعليم بالمنظمه المصريه للدوله لحقوق الانسان والتنميه، وايضا المعلم بالتربيه والتعليم. ايضا شكر للمحاسب ابراهيم سعد الحوفي المدير العام بالتنميه المحليه ومسؤول التعليم بالتنظيم والاداره. بنشكرك استاذ ابراهيم. شكرا حبيبي، وانا ان شاء الله يعني اللي اتمنى صالون العلم والعلماء يركز على التعليم الابتدائي بكل مناحيه. تمام. اشكرك وشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين. ودائما الشاعر بيقول العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. احنا اللي بيأسس بيت دائما لابد يضع ليه اساس، واساس قوي جدا علشان يعلي من البناء. واحنا كلنا بنحلم ان مصر تعلو وتعلو، ولن تعلو الا بعلو الهمم والعطاء. ودعوة من خلال برنامج الشارع المصري، دعوة اولى الاهتمام بمراحل التعليم الاساسي، لان هي دي الاساس وهو ده اللي هنبني، وهم دولة الاجيال اللي هيكونوا امل مصر، نصف المستقبل وكل الحاضر. وان كان ليا ان انا اقول مقترح، دايما بحب برنامجي اكون محايد ولكن يعني بنقل عن البعض اللي كان بيتناقش، بتمنى وبحلم في وزارة التربية والتعليم اي مدرس يعني يدي درس خصوصي بره ان المفروض يكون عقاب رادع، يعني تبقى جناية. يا ريت نرجع المدرسة تاني، نرجع الطالب يعيش بين جنبات المدرسة وداخل الفصل ومجموعات التقوية، واي مدرس يدي درس خصوصي يعني رجع تاني المدرس نرضيه ماديا، لان ما ينفعش يكون معلم، مع احترامي للمهن الاخرى، ما ينفعش يكون معلم سواء تاكسي، ما ينفعش يكون معلم يعني شغال حلاق بره والطالب يلف ويجي، او ولد يجي في الاعداد او الثانوي يتفسح مع المدرس ويفسحه، او يقعد على القهوه والمعلم ينزل له شاي او قهوه، مع احترامي للمهن. لابد ترجع تاني هيبه المدرس، لان المدرس بيخرج منه الطبيب والمهندس والضابط
وكل فئات المجتمع يظل المعلم المصري هو والأب على قدم وعلى قدم المساواة، يتمنوا مخرجاتهم ويتمنوا أبنائهم أفضل منهم. وفي نهاية برنامج الليلة برنامج الشارع المصري بقول لكم طابت أوقاتكم وتألقت بالحب والجمال أرواحكم، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.